الأرض عن من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. ولقاء اليوم تبع لما قبله من اللقاءين السابقين. قال الله جل وعلا: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. كما قلنا في الحديث عن نوح أمرهما أي موسى وهارون عليهما السلام مستفيض، لكن سأبين بعض الإشكالات. المنة هنا بالنبوة، المنة هنا بالنبوة، وقد جمع الله لبني إسرائيل بمنته عليهم أمرين، وهو إعطاء المنافع ودفع المضار، إعطاء المنافع ودفع المضار. الفرق في الحال ما بين خبر نوح وخبر إبراهيم وخبر موسى وهارون أنه في خبر نوح وخبر إبراهيم لا يوجد أمة مستضعفة، أما بنو إسرائيل كانوا أمة مستضعفة عند من؟ عند فرعون، وكان بنو كان أهل مصر الأقباط يسخرون بني إسرائيل لهم حتى رأى فرعون رؤياه فأخذ يقتل. هذا التسخير بقدر الله، وهذا مهم، تعامل معه بنو إسرائيل بمنتهى الدهاء. الأقباط استعملوا بني إسرائيل، استعملهم الأقباط في أرذل الصناعات، مع ذلك بقي بنو إسرائيل يتقنونها ويجيدونها ويتمسكون بها. لما يتقنونها ويجيدونها ويتمسكون بها؟ حتى لا يلجأ أهل مصر لأن يجلوهم أو يقتلوهم، لأنهم يعلمون عظيم الحاجة لهم، فإذا علموا عظيم الحاجة لهم أبقوهم. فكان بنو إسرائيل يتعاملون مع تلك المرحلة على أن المراد والهدف والغاية والمقصود بقاء الجنس، بقاء النوع حتى لا يهلك. فالأمة التي تعي ما المرحلة التي تعيشها تعي ما الشيء الذي تصنعه، أما إذا الإنسان لا يعي المرحلة التي لا يعيشها لا يمكن أن يعي المرحلة، ما يعي أن يعي الشيء الذي يريد أن يصنعه. فقبل بنو إسرائيل وأخذوا يتقنون حتى لا يستبدل بهم أهل مصر غيرهم وحتى لا يفنوهم. إلى متى؟ إلى أن يفرجها الله. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله في كلمة عظيمة له: لو أن الناس إذا ابتلوا بجور السلطان صبروا كما صبر بنو إسرائيل لنجأهم الله كما نجى بني إسرائيل، لكنهم يلجؤون إلى السيف فيكلهم الله إلى السيف، لكنهم يلجؤون إلى السيف فيكلهم الله إلى السيف، لأنهم ما دام لجأوا إلى السيف وتركوا الله سيكلهم الله إلى ما لجأوا إليه. وبنو إسرائيل قالوا لموسى بعد أن بعث: أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كانوا مستضعفين، ولهذا قال الله في الأعراف: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. والمقصود ليس أن تضعف الأمة، محال، المقصود ما هي المرحلة يقابلها ما هو العمل. أما عدم فقه المرحلة لا يمكن أن يعرف معه ما هو العمل. فبقي بنو إسرائيل حريصين على أن يبقوا أحياء حتى يسخر الله لهم من ينقذهم، فكان نبيه موسى. قال الله: ولقد مننا على موسى وهارون وهما أخوان شقيقان. وإنما قدم موسى لأن موسى جاءته النبوة من غير سؤل، أما هارون فهو لم يسألها الله، لكن سألها له من؟ أخوه موسى. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، أي مما كان عليه بنو إسرائيل في زمن فرعون. ونصرناهم أي على عدوهم فكانوا هم الغالبين. ثم قال الله: وآتيناهما، خص موسى وهارون لأن التوراة أنزلت عليهما، وآتيناهما الكتاب المستبين. الكتاب هنا ما هو؟ التوراة قطعا، والمستبين
من الفعل استبان، والسين والتين لزيادة المبالغة، ويصبح المعنى وآتيناهما الكتاب المستبين أي الظاهر بجلاء الواضح البين. والله جل وعلا سمى التوراة في كتابه نور، وهي من عنده، لكن بني إسرائيل بعد موسى بدلوا في ماذا؟ بدلوا في التوراة، والله لم يكل إلا إليهم حفظ التوراة. وأما كتابنا القرآن تولى الله جل وعلا حفظه. مما يبغض لنا في زماننا هذا ما يعرف، ما يمج معي منها شيء، ما يعرف بالملازم. تعرفون الملازم؟ في طلاب الثانوية، طلاب الجامعات يجعلون العلم في ملازم. من يفقه القرآن يبغضها، لأن الله قال عن بني إسرائيل: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال الله لهم: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ما معنى قراطيس؟ هي الملازم. الآن كان بنو إسرائيل يأبون أن يجعلوا التوراة في كتاب واحد، يجعلونها متفرقة مثل الملازم الآن، حتى إذا جاء أحد يحاجهم الشيء الذي يريد يوافقهم أخرجوه، والشيء الذي لا يوافقهم قالوا: ما فيه، ما موجود، هذا التوراة أمامك نقبها افتح ما فيها شيء. لأن الذي يخص ما هو عليهم قد ماذا؟ قد أخفوه، ولا يمكن إخفاؤه إلا إذا جعلوه قراطيس، يعني مفرق، ليس قرطاس بمعنى وعاء، قراطيس بمعنى أشبه ما يعرف بعصرنا بالملازم، مفرق، ولا يجعلونه في كتاب بين. ولذلك لو كان لنا من الأمر شيء ما حسن أن يطبع المصحف على شكل أعشار أو على شكل جزء ياسين أو على شكل، يطبع كاملا، لأنك مهما قرأت من آية تحتاج إلى أن تفقهها في التالي، فيصغر الحجم لكن لا يفرق. وإن كان القائمون بهذا الأمر مؤتمنون، والقائمون بهذا الأمر مؤتمنين وأرادوا خيرا، لكن أتكلمنا عن فقه القرآن، يبقى القرآن كاملا، لأن بني إسرائيل دخل عليهم التحريف، وإن كان القرآن لن يدخله هذا، تكفر الله بحفظه، فما يخاف منه يعني محفوظ، لكن من باب التأسي الله ذمهم بقوله: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وآباؤكم قل الله، كما في سورة الأنعام. الذي يعنينا هنا قال الله جل وعلا: وآتيناهما الكتاب المستبين، أي من؟ موسى وهارون. وهديناهما الصراط المستقيم، أي القويم الذي لا اعوجاج فيه البتة. وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. وما يقال عن ما قلناه عن نوح، هل هذا استئناف أو بيان؟ يقال في حق موسى وهارون، ويقال في حق غيرهما من الأنبياء ممن سيأتي ذكرهم، ممن أتى ذكرهم في سورة الصفات. بقي الحديث عن هذين النبيين الكريمين إجمالا بعد تحدثنا عن الآيات. قلنا إنهما أخوان شقيقان، وهارون أكبر من موسى، وتوفي هارون قبل موسى، حتى تعلم علما جام يعني شاملا عاما. وكلاهما موسى وهارون عليهما السلام مات وبنو إسرائيل في أرض التيه. ولهذا الذي عبر ببني إسرائيل أرض التيه من؟ يوشع ابن نون. ويوشع هو فتى من؟ فتى موسى. وإذ قال موسى فتاه هو يوشع ابن نون على موسى السلام وعلى يوشع نبي. القرآن في خبر السجود مرة قدم موسى ومرة قدم هارون، وقد بينا هذا مرارا وأظن لا بأس بالإعادة. قال مثلا في طه: رب هارون وموسى. وفي غيرها قال: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون. ومعلوم أن السحرة قالوا هذا مرة واحدة، والجواب عن هذا أنه بالعقل، السحرة لما قدموا ما كان لديهم تواطؤ أن يؤمنوا، السحرة ليسوا واحدا أمة، ومعهم سحرهم، ألقوا الحبال، ألقوا العصي، لكن الله جل وعلا بقدره، وهذا اللي كنا نقول في الأول، إن كل شيء بالعدل، رزقهم الله الأدب. الأدب مع من؟ الأدب مع موسى. تأدبوا، قالوا: يا موسى إما أن تلقي
وإما أن نكون أول من ألقى. الله جل وعلا لا يضيع عنده شيء، حفظ لهم هذا الأدب. قال بل ألقوا، فألقوا الحبال والعصي، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. جاء موسى وألقى عصا، لما ألقى موسى عصا إذا هي ثعبان تلقف كل ما يأكلون، وهم سحرة يعرفون السحر يعرفون الصنعة، لكنهم رأوها ثعبانا حقيقيا ليست سحرا، وهم يعلمون أن ما ألقوه حبال وعصي لكن في أعين الناس ثعابين. هذا جعلهم يؤمنون. لما آمنوا لم يكن بينهم اتفاق ولا رئيس يتقدمهم، فاختلف تعبيرهم عن الإيمان. فطائفة قالت آمنا برب موسى وهارون باعتبار أن موسى هو الذي ألقى العصا، وطائفة قالت آمنا برب هارون وموسى باعتبار أن هارون هو الأكبر، فلم يكن بينهما اتفاق. فالله جل وعلا في قرآنه العظيم ذكر كل ما قاله السحرة، فإذا قال الله جل وعلا فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فهذه طائفة من من السحرة. وإذا قال الله جل وعلا آمنا برب هارون وموسى، فهؤلاء طائفة من السحرة. ويصبح هذا الجمع ما بين آيات القرآن، لأن هذا لم يقع إلا مرة واحدة. موسى عليه السلام وهارون لقيهما النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، فلقي هارون في السماء الخامسة وموسى في السماء السادسة، وهذا ظاهر في أن موسى أفضل من أخيه عليهما السلام، كما أن هارون لم يأتي في الأحاديث أنه أكثر من أنه رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. أما موسى فإنه لما تجاوزه عليه الصلاة والسلام بكى، فقيل له ما يبكي؟ قال أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخل من أمتي، وهذا مما تنافس الأنبياء فيه. ولهذا الإنسان إذا دعا إلى الدين مثل إخواننا المباركين في مكاتب التوعية الجاليات ومكاتب التعاونية الذين يدعون غير المسلمين، هؤلاء يحققون لأنفسهم شيئا عظيما ويحققون للدين، وفي الوقت نفسه يفرحون بذلك رسولهم صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأرجو الله، لما ذكر النبيين، أن أكون أكثرهم تابعا، أن أكون أكثرهم تابعا. فموسى عليه السلام قال غبطة أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. مما يتعلق بموسى وهارون لم يأتي في الأحاديث شيء عن وصف هارون، اللهم إلا ما ورد في بعض الروايات أن لحيته تكاد تلامس سرته. وأما موسى فقد ورد أنه كان آدم يعني يميل إلى السمرة، وأنه كان جعد الشعر صلوات الله وسلامه عليه، هذا بعض ما ورد فيه وصفه الجسدي. أما وصفه الخلقي فقد أثنى الله جل وعلا عليه في كلامه في كتابه العظيم، وقال عنه وكلم الله موسى تكليما، فقد أتاه الله جل وعلا شرف أنه كلمه. وإذا قيل الكليم لا ينصرف إلا إليه صلوات الله وسلامه عليه، وهو أحد أولي العزم من الرسل. ويوم القيامة عندما يقال له اشفع لنا يقول قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. النفس التي لم يؤمر بقتلها هي نفس القبطي الذي استنصره عليه صاحبه الإسرائيلي. قال الله جل وعلا فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. استغفر ربه، قال الله جل وعلا فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. هنا ننيخ المطايا. بعدها ماذا قال موسى؟ قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لا يجوز موالاة أحد يعلم منه أنه يريد إفساد الناس في دينه، لا يجوز أبدا موالاة أحد يعلم من صنيعه أنه يريد إفساد الناس في دينهم، لقول الله جل وعلا عن الكليم موسى قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا أي ناصرا لمن
للمجرمين. وهذا يعني قد يختلف معنا بعض أهل الفضل فيه، لكن نضرب له مثلا. لو أن أحدا أنشأ مثلا دار سينما أو مسرحا أو قناة وليس له بغية، ظهر لنا هذا من ظاهره، السرائر ليس لنا بها علاقة، ليس له بغية إلا أن يفسد الناس، يعني ما صنعها ما دفع ماله إلا أن يفسد الناس عمدا، ليست عثرة له. ثم جاء لأحد الصالحين ممن يظن بهم الصلاح، واعظ أو عالم أو داعية أو رجل مسموع الكلمة، قال له أريد أن تشاركنا في هذا الأمر، بمعنى أنه نجعل لك جزءا من الوقت تتكلم فيه. فلا ريب أن هذا الجزء من الوقت سيقول به هذا المالك المنشئ لهذا الأمر أيا كان، سيقول سيجعله حجة على من؟ على الرائين، على الناس، فيصبح هذا الذي شارك شعر أو لم يشعر نصره من غير أن يدري. فإذا ثبت أن هذا الأول إنما أراد بصنيعه الإفساد في الناس، فالذي يظهر من هذه الآية أنه لا تجوز نصرته البتة، ولا يحتج علينا بأي فعل، لأن الله قال عن كليمه: قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. واضح هذا؟ لكن هذا منحى في الفهم، بمعنى يمكن أن يقابله فهم آخر يعارضه بأدلة أخرى. ليس هذا المقام مقام جزم، إنما مقام استنباط وفهم من كلام رب العالمين. متعنا الله وإياكم متاع الصالحين، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم